لو تسأل كثير من المسلمين تقول له ما هو الإسلام؟ ما يفهم الإسلام، هذه مشكلة، ما يفهم معنى الإسلام، مسلم بس. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فيجب أن يتنبه لهذا الأمر وأن ينبه عليه وأن نكثف دراسة العقيدة في مساجدنا وفي مدارسنا وفي اجتماعاتنا، لأنها هي الأصل والأساس الذي نبني عليه ديننا.